لو انت مريض ضغط او قلب او سكر، اول حاجه الدكتور هيقولها لك اوعى تصوم في رمضان. يقول لك يا ابني هو رب مش ربنا قال ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر؟ لكن الناس هيقول لك ان ربنا قال في اخر الايه وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، يعني بمعنى اصح انك تصوم احسن لك لو انت مريض. وعشان اجاوبك تصوم ولا لا واكد لك ان في اعجاز علمي، اسمع الكلمتين دول. تخيلوا كده ان الدراسات الحديثه المؤكده العلميه واللي عملها خير المسلمين، عشان انا عارف ان بيبقى في عقده خواجه، شوفوا قالت ايه. تعالى كده الاول، ان انت مريض قلب او ضغط، انت عارف ان الصيام بيحسن الكوليسترول والدهون الثلاثيه وبيحسن الشرايين والاوعيه الدمويه والدوره الدمويه للمخ. طب لو انت مريض اورام، تخيل ان الصيام بيعمل حاجه اسمها خاصيه الالتئام الذاتي، ودي بتخلي الجسم بيتخلص من خلايا ضعيفه ويبقي فقط على خلايا قويه، حتى انه بيساهم في علاج الاورام، وفي مراكز بره بتستخدم الصيام مع الادويه عشان تعالج الاورام. طب لو انت مريض قولون، برضو الصيام هيديك فرصة حلوة جدا عشان تنظم المعدة وتحسن ادائك. طب لو عندك خشونة في المفاصل والتهابات، حتى دي برضو الصيام بيقلل الالتهابات في الجسم. والحتة بقى اللي الناس كلها بتحبها، لو عايز تخس، فالصيام معروف ان هو بيرفع هرمون النمو فبيرفع معدلات الحرق، وبيقلل الانسولين فبيقلل من دهون البطن، فبتبقى فرصه حلوه قوي ان انت تخس في وقت الصيام. لو حابب تبني عضلات وعايز تروح الجيم، فده هيبقى احسن توقيت، لان ارتفاع هرمون النمو وارتفاع هرمون التستوستيرون هيرفع معاك معدلات البناء العضلي. عشان ما تقولوش ان انا ببالغ، فانا سايب لكم لينك الدراسات في اول تعليق، ولكل مريض سواء ضغط او قلب او سكر هقول لكم على الطريقه اللي هتعملوها في رمضان عشان تقدروا تعالجوا الامراض دي. شفتوا الاعجاز العلمي الموجود في القران؟ فعلا وما ينطق عن الهوى. كل سنه وانتم طيبين.